اسمي دكتور محمد صالح عبد الكريم، طبيب ممارس أطفال. آخر مكان داومت به اللي هو قطاع بيجي، قطاع اللي هي مراكز صحية الأولية بقضاء بيجي. أنا أصلاً جيت مبعد من الكويت، وهي أحداث اللي صارت، يعني نتائج الأحداث اللي صارت بالتسعين. أنا جيت بـ92 على العراق، كانت في كلية الطب، جيت هنا كملت كلية الطب بالموصل، وبعدين تعينت في مستشفى تكريت محافظ صلاح الدين. طبعا انا ظليت طول هالفتره هاي، يعني من تعييني ب 1997 بالوظيفه، وبعدين جيت بيجي على قضاء بيجي بال 2002، وظليت دوامي بين القرى والارياف والمستشفى. مستشفى بيجي قضيت فيها فتره طويله، وبعدين رحت على المراكز الصحيه. من صارت بدل المعارك توصل الى قضاء بيجي شهر تقريبا العاشر 2014، صار عملية النزوح يعني إجبارية. تحاول تروح، يعني احنا بالنسبة لنا يعني كعربي وافد، احاول اروح مثلا، تريد تروح تخطب اربيل، تريد تخطب مثلا بغداد، يقول لك كفيل، لازم كفيل. فما قدرت الاقي كفيل وقتها العالم اتطشرت، ما عدت الاقي حد، فاضطريت انزح الى الموصل. وبالموصل هناك انحصرت مدة سنتين، قعدت بمشتمل، ويعني ظليت بيه قاعد. دخل الجيش العراقي على منطقة حي سومر في يمكن يوم 10/1/2017، فطلعنا مباشرة على المخيمات، على مخيم الخازر. ومن مخيم الخازر جينا هنا بعد ما احنا عندنا رقم أمم المتحدة، رقم UNHCR، فلما برزنا لهم الرقم وبحثوا به دخلونا هنا مخيم بحرقة هنا. بالحقيقة أنا هنا يعني الحمد لله، يعني أنا هذا الشيء اللي أنا أفخر به، أنه أنا أكملت خدمة تقريبا 18 سنة في العراق، وصفحتي كانت بيضاء، خرجت منها وأنا صفحتي بيضاء الحمد لله والشكر، يعني كملت واجبي على أكمل وجه. أنا الآن الشيء اللي أريده أني أحاول أرجع إلى بلدي، وإذا ما قدرت أرجع، يعني اللي هي غزة، أنا أصلا من قطاع غزة، وإذا ما قدرت أني ألاقي هجرة، أحاول أني أهاجر أطلع، بحيث أني أريد أوصل إلى استقرار معين، إلى درجة معينة من الاستقرار. أنا بصراحة أشكر، يعني سمعت يعني أنه أهل يعني القضاء بيجي والمحافظة ومحافظ صلاح الدين أكو تعاطف وياي، وهذا الشيء أنا أشكرهم عليه، بس هو الظرف هو فرض نفسه، وهذا الشيء يعني أنا أفخر به الحقيقة، يعني بعد خدمة هاي السنوات، هذا شيء، هذا مصدر فخر لي واعتزاز. لو أنا عندي إقامة دائمة، أو يعني لو أنا عراقي مثلا أو عندي إقامة، هذا ممكن يمشي، بس أنا أصلا إقامة ما عندي، وتعرف الأوضاع اللي صارت، يعني بالنسبة للعرب صار شوية أمورهم حرجة شوية بالعراق، فلازم يمشي على الأصوليات، إذا ما تمشي على الأصوليات لا والله تصير لك مشكلة. فهسه إقامة ما عندي أنا بالعراق، فبالتالي لازم أغادر. هسه أنا وافد، إقامتي على الوافدين حتى ولا اللاجئين، أنا إقامتي عامل كوافد طول هالسنوات هذه، والآن انتهت، لأنه أنا صار لمدة ما جددتها ونزحت هالسنة بالأربيل، فهذه الإقامة انتهت بعد، دائرة إقامة العرب، دائرة شؤون العرب انتهت خلاص. فأنا الآن اللي أنا أسعى وأفكر به، أنه أنا لو إما أرجع إلى بلدي غزة، لو إما يعني أناشد UNHCR أنه تهجرنا، نسعى لتهجير إلى الخارج بأي بلد كانت، ونبدأ بداية جديدة والله كريم. ويعني أريد أشكر الجميع، يعني أشكر كل اللي حقيقة اللي أظهر تعاطفه معي مع وضعي، بس هي الظرف أقوى منا جميعا، يعني ما في مجال، يعني لأنه يعني إنه يكون الأمر إلا بهالشكل هذا. والله كريم، ربنا إن شاء الله يعني يقرب ما فيه الخير بإذن الله تعالى. أي، وأنا يعني حقيقة يعني ممنون جدا يعني لأهالي بيجي ولضيافتهم الكريمة، والحقيقة يعني قدروني وبارك الله بيهم، بس هو الظرف بعد خلاص، ما في مجال، يعني هي أمور الدنيا يعني. ف
فيعني أنا الآن بوقت الحاضر يعني كبرت بالسن، فأميل إنه أنا أرجع على بلدي حتى أبدأ أستقر، أرتب أمور تقاعدي. أنا ما راح أظل يعني أعمل إلى الأبد، أنا راح أصل إلى مرحلة معينة وراح أتقاعد يعني. فهذه هو الظرف يفرض نفسه يعني في هذه الأمور. والله كريم إن شاء الله.